اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بتقوى الله وكله الله إلى الناس. جامع الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، فبارك الذي بيده ملكه. جامع الترمذي. أخو الحديث 20 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا الجنة ربكم. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على أمه. سنن ابن ماجه وسنن ابي داود وجامع الترمذي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد على ولده. جامع الترمذي وسنن ابي داود وسنن ابن ماجه. من غدا الى المسجد وراه اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا اوراه. صحيح البخاري وصحيح مسلم. رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. سنن أبي داود. ثم الحديث واحد عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إن الله دخل الجنة. زي مسلم. يا شيخ كيف وجدتم المسابقة والطلاب؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر حلقات الجامعة أمير فيصل بن سعد والمشرف العام الدكتور عبد الرحمن المخلوق وكذلك قاري أسد إقبال وزملائه. ما شاء الله هذا حلقة مميزة، وفعلا اليوم لما سمعت مسابقة الحديث فوجدت سبحان الله جميع الطلاب بدون استثناء يعني عندهم حفظ وكذلك النكت نطق يعني ما شاء الله، وفرحنا جدا. والحقيقة هذه فضل من رب العالمين بأنه جيالنا الجديد هم الذين الآن يأخذون القرآن ويأخذون الحديث، وأدعو الله سبحانه وتعالى خاصة الجاليات الربوة باهتمامهم على هذا المسابقة وجزاهم الله خير ألف جزاء. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة الثريا هي قم والمدرك العليا سويا، هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا إذا ردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا إن ردنا للهوى والجهل حدا، إن ردنا للهوى والجهل حدا. أحبك ربي. I love you Allah.